فهاي الحمله لازم احنا نعرف شلون نلقي نفسنا من بعض الامراض، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء امراض الانفلونزا وامراض اسمنا نشوف اغلب اهلنا اولادنا اطفالنا اجياتنا كلهم يعانون من السعال اللي هو القحة. ممكن يتطور هذا السعال اذا صارت القحة اكثر من 3 اسابيع، معناها صار الامر هذا غير طبيعي. انه ضروري انه نعرف انه ممكن تتطور القحة ويصير تدرن. تعرفون شنو التدرن؟ التدرن الرئوي او السل الرئوي هو مرض جرثومي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ والهواء الملوث بجرثومة المصاب. يعني احنا اذا واحد عندنا بالبيت مصاب او في تدرن لازم نكون احنا نعرف نحتاط يمه انه يعتبر مرض معدي. مرض التدرن بالامكان انه يكون بداخل الرئتين ويكون خارج الرئتين. ممكن يكون بالانسجه، ممكن يكون بالجهاز الهضمي، ممكن يكون تدرن عنده بالجهاز التناسلي، ممكن يكون عنده غشاء التامر اللي هو غشاء القلب. فاحنا هذا المرض لازم يكون اكثر استحاطه من يمه ونقدر شلون نعالجه ونقدر انه نحتاط نفسنا من عنده. من الضروري انه متى تبر القحه 3 اسابيع، من صار 3 اسابيع معناها صار الموضوع غير طبيعي. معناها يمكن يكون انه يكون تدرن رئوي. لازم تروح المراكز الصحيه او مراكز فحص التدرن من اجل تاخذون منك تحليل مال غشاء مال برهم العفو، وياخذون منك تحليل للدم، وياخذون لك صوره شعاعيه او اشعه للصدر على مود يعرفون انه عندك اصابه او ما صار او ما عندك. قبل كان هذا المرض مميت اللي يصير يسل يموت. هسه حاليا مراكزنا الصحيه ودوائرنا الصحيه توفر العلاج. خذت العلاج مالته 6 شهور، شهرين مكثفه و4 شهور متممه. في حال اذا انت اكتشفت المرض في مراحل مبكره بالامكان انه تسيطر عليه وتكتسب شفاء التام، احسن ما يتطور عليك المرض ويستحي المرض ويكون يسوي ضرر بالرئتين اللي هي جهاز التنفسي اللي احنا من خلاله نعيش. اخوان انا اشكركم على استماعكم وارجو منكم تتبعون هذه النصائح لان هي الوقايه خير من العلاج.